السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو أسئلة رياضيات للصف السادس الابتدائي، أسئلة الشهر الأول، امتحان النصف الثاني، الشهر الأول من النصف الثاني، رياضيات سادس ابتدائي. إن شاء الله تستفادون من هذا النموذج. وعندي سؤال الأول ألف وباء، سؤال الثاني ألف وباء، وسؤال الثالث ألف وباء، السؤال الرابع ألف وباء، وسؤال الخامس ألف وباء، يعني خمس أسئلة ألف وباء. استفادوا من عدها.